الإدراك وسيلة نضالية مشروعة، بس مش هيك. أهلينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين 1/10/2018 كان يوم الذكرى 18 لهبة القدس والأقصى، واللي كلفت شعبنا التضحية بأرواح العديد من الشهداء من أعز وأغلى أولادنا، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. لجنة المتابعة العليا مثل في كثير مناسبات وطنية قررت إعلان الإضراب في هذا اليوم. أنا طبعاً مع الالتزام بقرارات لجنة المتابعة بغض النظر عن الوسيلة النضالية اللي بتختارها، بس في سؤال أو مجموعة أسئلة لازم نطرحها، لأنه في كثير ناس خاصة أهالي طلاب المدارس اللي بيطرحوها وهم مستائين. هل إضراباتنا إلها تأثير؟ هل الإضراب هو الوسيلة الكفاحية الوحيدة ولا في بدائل إله؟ عشان الإضراب يكون مؤثر لازم صدى يوصل للشارع اليهودي، يعني لازم يأثر على الاقتصاد وبالتالي يكون ملموس في كل أنحاء الدولة، في المصانع، في مراكز التسوق، في كل المؤسسات اللي بيتواجدوا فيها وبيشتغلوا فيها عرب. هل هذا الهدف تحقق في الإضراب الأخير، في الإضرابات اللي قبله؟ ما أعتقدش. صار الإضراب عنا يقتصر على تسكير المجلس المحلي وتسكير المدارس، باقي الجماهير بتشتغل عادي. أولادنا بيفهموا الإضراب على إنه يوم عطلي وبكيف. الأهل بيشعروا إنه عبء كبير عشان مجبورين يدبروا رعاية لأولادهم على حساب شغلهم والتزاماتهم، بدل ما أولادنا وشبابنا يشعروا بالتضامن مع أبناء شعبهم أو يكونوا محشدين لصالح قضيتهم بتلاقيهم مهيصين. الإضراب عشان يكون ناجح بده عملية تحشيد شعبي وتعبئة جماهيرية بتستمر شهر وشهرين وثلاثة، بيكون فيها كل الناشطين السياسيين المحليين، تتنظم خلالها اجتماعات شعبية وزيارات بيتية بتم خلالها نشر الفكرة وتوعية الناس للهدف السياسي اللي من وراء الإضراب، عشان مشاركتهم تكون كبيرة، والأهم من هيك تكون عن وعي سياسي لأسباب الإضراب وأهدافه. اقتراحي للسنة الجاي إنه شهر 9 أو على الأقل آخر أسبوعين فيه يتخصصوا في كل مدارسنا للتوعية حول هبة القدس والأقصى، أسبابها، أحداثها، نتائجها، إنجازاتها وإخفاقاتها. خلال هذول الأسبوعين تكون مدارسنا الثانوية وسلطاتنا المحلية باستقبال عائلات الشهداء، تسمع منهم مباشرة عن شعورهم، عن ألمهم، عن خسارتهم الشخصية، عن روح التضحية عندهم، عن الشهداء، شخصياتهم، آمالهم وأحلامهم اللي انقطعت. يعبروا فيها أولادنا عن تضامنهم الحقيقي والصادق مع عائلات الشهداء. هيك بتوصل الرسالة لآلاف الشباب وهم نفسهم رايحين يبثوها لغيرهم، لأهلهم وأصحابهم، وبدل إعلان الإضراب بدون توعية سياسية يكون أول أكتوبر يوم وطني في كل مدرسة ومدرسة. نفس الحكي طبعاً بينطبق على كل المناسبات الوطنية مثل يوم الأرض وغيره. ادعموا القائم المستقل، صوتوا زينون للعضوية ودكتور حسام مصالحة للرئاسي. معاً نصنع الفرق، حتماً سنصبح ما نريد.